Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Tahsinul Quran dan doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah pada waktu yang berbahagia ini kita akan sama-sama kembali menyimak, yaitu murattal Al-Quran. Kita akan sama-sama membaca Al-Quran. Sekarang kita akan melanjutkan bacaan di surah Al-Mu'minun, ya. InsyaAllah kita akan membaca full surah Al-Mu'minun. Jadi kita simak dengan baik, nanti kita simak dengan khusyuk, dengan konsentrasi. Semoga menjadi pengantar kebaikan bagi kita semua. Taib, seperti biasanya bagi jemaah baru yang belum memiliki PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap yang seperti ini, ya, supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan sempurna, supaya kita tahu bentuk-bentuk lidah kita saat baca huruf. Misalnya kita mau baca huruf Qaf, bagaimana bentuk lidah kita saat membaca huruf Qaf? Jadi dengan adanya buku ini kita sudah tahu bentuk lidah kita saat baca huruf Qaf. Begitu juga dengan huruf Kaf dan semua huruf hijaiyah. Nanti yang membutuhkan e-book ataupun PDF ini bisa WA langsung ke nomor kami ke 0852-7544-6954. Nanti PDF ataupun e-book ini akan kita kirimkan ke jamaah masing-masing, ya. Taib, sekarang mari sama-sama kita simak surah Al-Mu'minun secara full insyaAllah. Taib, kita awali bacaan kita dari ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما
في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن
معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا ما هذا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أن أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهت لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا
نحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا نترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون
وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمد نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثر أكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإن إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن
الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء
فأتاهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزج إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى
أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العلي العظيم. Nah, alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini, pada waktu yang berbahagia ini, itu hari apa hari ini? Hari Kamis ya. Hari Kamis, alhamdulillah ini masih hari Rabu. So, hari Kamis ya. Subuh hari Kamis kita telah selesai membaca satu surah, surah Al-Mu'minun ya. Ini siapa yang menyimak dari awal sampai akhir ya? Masya Allah luar biasa. Kalau yang bisa menyimak dari awal sampai akhir, Masya Allah luar biasa. Bagi jamaah semua, semoga sehat selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Jamaah semua jangan lupa subscribe, like dan share channel Tahsinul Quran dan Doa. Ya, kalau anda ingin fokus belajar misalnya setiap habis subuh ya. Ingin belajar Al-Quran sambil menyimak, sambil membaca setiap habis subuh,
Nah, jangan lupa subscribe channel kami, channel Tahsinul Quran dan Doa. Ya, itu nama channel kita. Itu channel Tahsinul Quran dan Doa. Jangan lupa subscribe, like dan share channel Tahsinul Quran dan Doa ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua para pecinta Al-Quran. Nah, semoga Allah berikan sehat selalu. Nah, semoga Allah mudahkan segala urusan bagi kita semua. Dan semoga Allah bukakan bagi kita pintu rezeki, rezeki yang halal. Dan Allah mudahkan bagi kita semua untuk bisa membaca Al-Quran dengan sempurna dan bagus. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala وصحبه الأخيار صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من Nah, taib kepada jamaah semua yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca surah Al-Mu'minun. InsyaAllah besok dan lain waktu kita akan melanjutkan kembali ke surah selanjutnya. Terima kasih kepada sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like dan share channel Tahsinul Quran dan Doa. Untuk hari ini kita cukupkan, kita tutup dulu dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.